السلام عليكم. رح نعمل كيكة الجزر. هاي كتير كيكة مفيدة وطيبة. المكونات 4 بيضات بحرارة الغرفة، 2 كوب جزر مبروش، 3/4 كوب زيت، 2 كوب سكر، معلقة بيكنج باودر، وكوب جوز أو عين جمل يكون مفروم يعني، 2 كوب طحين، ومعلقة قرفة، معلقة فانيليا، وكوب حليب. رح نحط السوائل كلها مع بعض. أول شي رح أحط البيض، وكله رح أعمله بالخلاط. رح أحط عليه الفانيليا والسكر، وبعدين الزيت والحليب، كل السوائل. بعدين رح أدير القرفة، وأصير أنزل الطحين شوي شوي، وحتى البيكنج باودر أخلطه مع الطحين، وبعدين أنزله شوي شوي. آخر مرحلة بعد ما نخفق منيح رح أحط الجزر والجوز. بتأكد إنه الخليط تجانس، وبعدين بكون دهني أنا قالب زبدة وعليه طحين، ومحمية الفرن درجة حرارة 180. بعدين منحطها ورح تضل معنا تقريبا شي 3/4 ساعة، وتطلع بهذا الشكل. أنا زينتها بكريمة عادية، ممكن إحنا نستخدم نوع من أنواع كريمة الجبن أو شي عليها، بس أنا استخدمت كريمة عادية وزينتها بهاي الشوكولاتة على شكل جزر. كتير طيبة. صحة وهنا.